ونادي الآن على الأستاذ سعيد الفلاق من أجل تقديم قراءة في رواية حرب الجوم بعنوان حرب الجوم استعادة التاريخ المهمشي. السلام عليكم، مساء الخير، تحية قرائية للجميع. أنا سعيد جدا لأنني بينكم اليوم لكي نحتفي بشبكة القراءة بالمغرب، ولكي نحتفي بالكتاب المغربي، ولكي نحتفي بهذه التجربة التي بانت قرابة 10 سنوات. نحن الآن في الدورة التاسعة، ولذلك في كل سنة تعرف هذه الجائزة زخما جديدا في أفق أن تصير إن شاء الله وأن تستمر لسنوات وسنوات طويلة. سوف أحاول أن أقدم لكم قراءة لا أريد أن تكون متخصصة بحكم السياق الذي نحن فيه، ولكن أريد أن أعرفكم على هذه الرواية. أولاً نبدأ بالعنوان، كما تلاحظون رواية حرب الجوم. وأول شيء هذا العنوان الذي يثير مجموعة من التساؤلات حول ما المقصود بحرب الجوم. ومن خلال العنوان نلاحظ أنه كتب بلون أحمر مضغوط، وهذا يتماشى مع سياق الحرب على اعتبار أن الحرب هي مجال للاقتتال، والاقتتال عادة ما يولد الكثير من الدماء. وكأن العنوان منذ البداية يشير بأننا أمام حرب دموية قد صارت. وحرب الجوم هذا المصطلح يطلق على المغاربة الذين شاركوا مع فرنسا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فهذا الاسم الذي عرف تاريخيا وأطلق على المغاربة يحيلنا على المجال التاريخي، خاصة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. والرواية تركز بشكل كبير على الحرب العالمية الثانية من خلال استحضار أسرة قد عاشت الحرب العالمية الأولى، ولكن الجيل الثاني قد عاش الحرب العالمية الثانية. إذا تدور الرواية في بداية الأربعينات من القرن الماضي، وتتناول قصة المغاربة المحاربين إلى جانب فرنسا، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال التركيز على عائلة سليمان التي تسكن محي كولوش المعروف بالفيلاج بمدينة وجدة. لقد شاركت هذه الأسرة في الحرب العالمية الأولى مع الجيل الأول الذي مثله سليمان الذي أصيب في ساقه وكتفه، وأخوه البشير الذي مات في الصفوف الأمامية. وإذا كانت هذه العائلة قد ظنت أن تضحيات الجيل السابق ستشفع لها، فإن الواقع أثبت العكس، فسرعان ما جندت السلطات الاستعمارية اثنين من أبناء سليمان وهما عيسى وموسى. وإذا عدنا إلى هذه الرواية نجد أنها في البداية تتحدث عن شخصية علي، هذه الشخصية التي تنتمي إلى هذه الأسرة وقد درست الهندسة في فرنسا، لكننا نكتشف بأن هذه الشخصية سرعان ما ستنتهي نهاية مأساوية، لأنه سيصاب بمرض عقلي، وفيما بعد سيضطر الأب سليمان إلى قتله. وهنا كيف أن هذا الأب استطاع أن يقتل ابنه لكي يخلصه من هذا المرض العقلي، لكن الرواية تبرر ذلك بأن هذا الأب الذي شارك في الحرب العالمية الأولى لم يستطع أن يتخلص من لعنة القتل التي تعلمها في هذه الحرب، وبالتالي مجرد أن رأى ابنه يعاني من هذا المرض مباشرة أخرج تلك البندقية التي احتفظ بها من الحرب العالمية الأولى، ثم أطلق رصاصتين على ابنه. لكن هذه الشخصية علي رغم أنها تموت في بداية الرواية، إلا أن تأثيرها يظل طوال أحداث الرواية، خاصة حينما يتم استحضارها من طرف الأخوين موسى وعيسى. طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن الكثير من التفاصيل، لأنني فقط أريد أن أشجع القراء، خاصة لمن لم يقرأ هذه الرواية، بأن يقرأ على قراءة هذا العمل. طبعا أن العمل يثير مجموعة من القضايا. أولا شجاعة الجوم، هؤلاء المغاربة الذين شاركوا في حرب العالمية الأولى والثانية، فمنذ البداية نلاحظ بأنها تبرز هذه الشجاعة. مثلا نقرأ: فأوغلوا في ذبح الأعداء وتهشيم رقابهم حتى أن كثيرا منهم ولوا الإدبار خسرانا. ثم نقرأ أيضا: تسمية الجوم التي يحملونها مدحا لا تعني إلا شيئا واحدا، بسالة لا متناهية ويقظة تامة. ثم نقرأ في صفحة 72: وضع المغاربة المشاة الجوم والأفارقة في الصف الأول، بينما كان الإنجليزيون يقبعون متفرقين وراء الدبابات. وكأن هنا يبرز لنا كيف أن هؤلاء المغاربة كانوا دائما يوضعون في مقدمة، بينما أولئك الجنود المدججين بالسلاح وبالعتاد فكانوا يوضعون دائما خلف الدبابات. وهنا يتحدث الكاتب كيف أن المغاربة كانوا يوضعون بمثابة دروع بشرية لحماية هؤلاء الغرب. وهنا
أن هذا الأمر الذي أحدثه نجوم المغاربة وتلك السمعة التي كانت لهم بأنهم في الحرب لا يقهرون، سوف نلاحظ بأن دول الاستعمارية ستحاول فيما بعد تشويه سمعات النجوم. مثلا نجد أن الروايات تتحدث عن هذا الأمر، وهذا أمر التاريخ أيضا، حينما اتهموا بأنهم قاموا باغتصاب مجموعة من النساء الإيطاليات وقاموا بقتل هؤلاء النساء. مثلا نقرأ في الرواية: بعد الإنجازات الكبيرة التي استطاع الجوم أن يحققوها والسمعة الهائلة التي اكتسبوها، وجدت فرنسا الاستعمارية في ذلك أمرا غير مقبول، فلا شيء ينبغي أن ينال اعترافا وفخرا غير نفسها. هنا سيأمر قائد جيوش الحلفاء في إيطاليا مساعده سرا بتدويب الجوم والتوقف عن ذكر أفعالهم في المعارك وتهويلها. ذكرهم كما تقول الرواية بالحفاظ على صورة الجندي الأبيض وترسيخ صفات تفوقه وقوته في وعي العالم، وأن ما يحكوه من صنائع الجوم والصبيحية والأفارقة في الحرب ليست إلا فخا يمكن الهمج من الارتقاء والخروج عن سيطرة الرجل الأبيض. وهنا نلاحظ بأن الرواية تركز أيضا على أمر مهم جدا، وهو المرتبط بالمستعمر والمستعمر، كيف أن فرنسا الاستعمارية رغم أنها تستعمل المغرب وتستغل المغاربة في الدفاع عن نفسها وفي جعلهم يشاركون في حرب لا تعنيهم، فالمغاربة لا تعنيهم في شيء الحرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية، لكنهم شاركوا مضطرين في هذه الحرب وقتل منهم أعداد كبيرة جدا، ولكن بدل أن تعترف لهم بالفضل وبدل أن تبرز تلك الشجاعة التي أقدموا عنها، فإنها في المقابل تحاول أن تشوه سمعتها. سيكون من نتائج هذا التشويه اتهامي باغتصاب وقتل النساء الإيطاليات بوحشية، لكن في الرواية نجد أن البطل موسى يحاول أن يبحث في هذا الأمر، هل فعلا نجوم المغاربة قد تورطوا في هذا الأمر أم العكس؟ فيلاحظ بأن هذا الأمر هو مجرد تلفيق، أن هذا الأمر هو مجرد تلفيق من السلطات الاستعمارية. مثلا نقرأ: تأكد بعد الاقتراب منه وكان مقتولا أنه فرنسي ينتحل صفة جومي، بمعنى أن السلطات الاستعمارية جعلت مجموعة من الجنود الفرنسيين يلبسون لباس المغاربة ثم يقومون بمجموعة من الفضائح وينسبونها إلى المغاربة. أيضا نلاحظ بأن الرواية تعمل على تفكيك خطاب الاستعمار وأزمة الهوية، وهنا طوال الرواية نجد أن الشخصيات دائما ما تتحدث عن هذه الحرب التي شاركوا فيها دون أن يكون لهم فيها أي ناقة ولا جمال. وبالتالي مثلا نقرأ: راودته فكرة الفرار وأن هذه الحرب ليست حرب، هي مجرد طقس من طقوس كثيرة لغرب جائع لا يستطيع إلا أكل أحشاء البشر. ونلاحظ بأن الشخصيات طوال الرواية وهي تبرز لنا بأن كان الأولى أن نحارب الاستعمار بدل أن نحارب مع الاستعمار. والدليل أن رغم أن موسى وعيسى حينما شاركوا في هذه المعركة فأسرتهم التي تركوها في المغرب فقد نكل بها المستعمر، وقد استولى على أملاكهم واستولى على ما ينتجونه، خاصة أن هذه المرحلة مرحلة الأربعينات عرف بها المغرب مجاعة كبيرة جدا، وعرفت بعام البون، وعام البون مقصود بأن فرنسا كانت تقدم الدقيق وتقدم بعض نعم إلى المغاربة، ومن لم يكن لديه ذلك البون فلا يمكنه الاستفادة من هذه المساعدات. وهناك كيف أن المغرب رغم أنهم يعيشون وضعية صعبة ويعيشوا جفافا إلى درجة أن الناس لم يجدوا ما يأكلون، ورغم هذه المجاعة إلا أنهم كانوا يحاربون في مكان آخر في حرب لا تنهي. أيضا أن الاحتلال كان كما قلت بأنه يستغل المغاربة، مثلا نجد أن دولية الاحتلال تجوب الدوار وتعتدي على الناس. نقرأ في الرواية: كان جنودها يلتقطون دجاج الناس والبيض وكل ما كان في طريقهم طوع أيديهم. قال لأخويه: الاحتلال جبان بطبعه، يمضي وقته ويعيد نحت صورته التي لا وجه لها، يشدبها حتى يكون أكثر بشعة. ثم نقرأ أيضا: دولية الجيش الفرنسي تنتزع منهم نصف غلالهم وثلث أنعامهم، بمعنى أنه كانوا يقتصمون معه حتى تلك الأمور البسيطة التي خلفها الجفاف والتي خلفها الجوع، كانوا أيضا يأخذونها بداعي أنهم يريدون أن يساعدوا فرنسا في حربها. لذلك من خلال الرواية أن هذا الأمر أنها تحاول أن تفكك مرحلة أساسية هي مرحلة الأربعينيات، وكيف أن المغاربة عاشوا وضعية صعبة داخلية، ثم الظروف السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا وضعية أخرى
خارجية حينما أرهموا على المحاربة مع فرنسا، وفيما بعد اكتشفوا بأنها تنكرت لهم. والآن كما ذكر الكاتب سي محمد بأن ظهرت دعوة جديدة في إيطاليا ضد المغاربة الجوم، دعوة الاغتصاب التي ذكرها الكاتب في الرواية، ويتهمون بأنهم مغتصبون نساء الإيطاليات، بينما لا ينظر إلى ما كان يقوم به الجنود الآخرين سواء جنود الحلفاء في كل الدول، بينما دائما ينظر إلى هذا المغربي وإلى العربي وإلى المسلم نظرة تنقيص. والهدف كما يقول في النهاية الكاتب هو أن دائما نظرة المستعمر إلى المسلم، نظرة المستعمر إلى المستعمر، ونظرة المهيمن إلى المهيمن عليه، ودائما أن الغرب ينظر إلى الآخرين نظرة تنقيص. لذلك أدعوكم إلى قراءة هذه الرواية من أجل أن يكون لدينا وعي جديد ننهض به في مواجهة هذا الآخر الذي ينظر إلينا دائما آخر ليس فقط مختلف، ولكن آخر دائما يتسم بصفة النقص. ولذلك نحن علينا أن نعلي صوتنا، والرواية فعلا تعلي صوت الذاكرة المغربية وتعلي صوت الهوية المغربية والتاريخ المغربي. لذلك عنونت هذه القراءة باستعادة تاريخ المنهزمين وتاريخ المستضعفين خاصة الجوم. شكرا لكم.